اهلا بيكم. عايزك تتخيل معايا لو كان بامكانك انك تبني قائمة بريدية مستهدفة في اي مجال عربي او انجليزي، وتقدر تكسب منها ارباح ممكن تتخطى ال $200 شهريا عن طريق تسويق عروض الافيليت بتاعتك. الافضل من كده انك عشان تبني القائمة البريدية دي مش هتحتاج لا تصرف دولار واحد على اعلانات ولا تكتب محتوى داخل اي ويب سايت، بل الافضل من كده كمان ان القائمة البريدية بتاعتك هتفضل تكبر وتزيد من غير تدخل مباشر منك او من غير متابعة يومية. كل ده بيتم بشكل اوتوماتيك تماما عن طريق اليوتيوب. كل اللي انا قلته ده بيتم من خلال اداة تابعة لكورس SEO Max اسمها Max Lead. اداة Max Lead Club بتوفر لك كل اللي انا قلت عليه ده، بتوفر لك طريقة فعالة جدا تقدر تبني بيها قائمة بريدية مستهدفة من غير ما تحتاج تصرف اي فلوس على الاعلانات ومن غير ما تحتاج انك تكتب محتوى بايدك. خليني دلوقتي اخدكم في جولة داخل الاداة دي واشرح لكم ازاي تقدروا تستخدموها وازاي تقدروا تستفيدوا منها عشان تبنوا القائمة البريدية المستهدفة بتاعتكم وتقدروا تحققوا ارباح افضل من خلال الافليت. اول حاجة هنعملها ان احنا هندخل على تاب الانتجريشنز وهنضغط على علامة البلس وهنختار الميلينج سيرفيس اللي احنا بنستخدمها. متاح اكتر من ميلينج سيرفيس زي اكتيف كامبين، اي ويبر، كامبين مونيتور، كونستنت كونتاكت، جيت ريسبونس، اي كونتاكت، ميل تشامب، سند ريتش. طبعا انت هتختار الخدمة اللي انت بتستخدمها او الخدمة المناسبة بالنسبة لك، ويمكن تقدر تستخدم الخدمة المجانية المتاحة على ميل تشامب في البداية وما تحتاجش انك تشتري ميلينج سيرفيس غالية في البداية لحد ما تبتدي تحقق ارباح. طيب هنختار ميل تشامب وهيطلب منك الاي بي اي كي بتاعك على ميل تشامب. هندخل على ميل تشامب وهناخد الاي بي اي كي بتاعنا اللي موجود داخل البروفايل بتاعنا في الحساب، هنضيفه هنا وندوس كونكت. هيقول لنا اختار الكامبين اللي انت عاملها، انا هختار كامبين اس اي او ماكس وهدوس اد. زي ما انتم شايفين كده عملنا انتجريشن لحسابنا على ميل تشامب. هنرجع تاني للداشبورد وهنيجي هنا عند زرار كرييت نيو وهندوس عليه. بغرض الحصول على قائمة بريدية مستهدفة هيبقى عندنا اختيارين، هنختار فول سكرين والسنابت دي هنشرحها للمشتركين في الأداة وكورس SEO Max. نضغط على فول سكرين هيحولنا للداشبورد دي. الداشبورد دي فيها أكتر من ستيب هنقوم بيها. أول ستيب لينك نيم، ده أنت بتسمي اللينك بتاعك بحاجة عشان تبقى عارف بيها، هنسميها Affiliate Offer. هنا اللينك اوفرلاي تايتل ده زي سلاك كده او اليو ار ال بتاع اللينك. انا هختار مثلا ماكس ليد. وهنا اللينك اللي انت هتحط عليه الاوفر بتاعك، بمعنى ان احنا واحنا بنسوق اي عرض خاص بالافيليت بنحتاج ان احنا ناخد اللينك بتاعه او لينك الصفحه اللي فيها العرض ده. على سبيل المثال هنفترض ان احنا واخدين حقوق تسويق المنتج ده اللي هو فليكسي اي اي على جيفيتزو، هناخد اللينك بتاعه. هي دي طبعا صفحة الافليت لان لسه المنتج ما تعرضش بشكل رسمي، هيتعرض خلال 10 ايام، لكن هنفترض ان هي دي الصفحة. هناخد اللينك بتاعها ونضيفه هنا. بعد كده هنا بيختار او بتختار disable للبوب اب اون اكزيت ديتكشن وسكندز تو ويت بتخليها زيرو، وهنا بتختار اسم الكلاينت بتاعك لو انت عندك او مسجل حساب باسم تاني هتختار الاسم بتاعك، وهنا بتختار الاكزيستنج انتجريشن اللي هو الربط ما بين حساب الايميل سيرفيس بتاعك وحسابك على ماكس ليد. يعني هنختار هنا يوز اكزيستنج انتجريشن وهنختار الانتجريشن اللي احنا لسه عاملينه على ميل تشامب. وهنا الخانه دي تقدر تضيف فيها ريتارجتنج كود في حاله ان انت عايز تستهدف كل الناس اللي هتدخل على الفيديو بتاعك او هتدخل على اللينك بتاعك باعلانات بعد كده، تقدر تضيف فيسبوك بيكسل كود او جوجل ريتارجتنج كود داخل الفيلد ده، وده اوبشن مش متوفر في اي اداه تانية داخل او بتقدم نفس السيرفيس دي. طيب بعد كده هندوس نكست. هنا بتختار التمبلت بتاعك، في اكتر من تمبلت، يعني في التمبلت ده وفي التمبلت ده وفي التمبلت ده وفي تمبلتس كتيره جدا، ليك مطلق الحريه وهم باكتر من شكل زي ما انت شايف كده. والميزه فيهم ان كلهم موبايل ريسبونسيف، كلهم بيظهروا على الموبايل بشكل كويس جدا، لكن انا بغرض الشرح هختار التمبلت ده. بعد كده هنزل تحت هنا وهضغط نكست. وهنا ممكن اغير الصوره، يعني ممكن اختار صوره من الصور الموجوده دي على سبيل المثال، ممكن اختار دي، ممكن اختار دي، ممكن اختار دي او دي، وممكن ارفع صوره من على الكمبيوتر بتاعي، صوره خاصه بيا، ادوس كاستمايز واعمل تشوز ان ايمج واختار الصوره، لكن انا بغرض الشرح برضو هختار دي. بعد كده هنزل تحت هنا وهضغط نكست تاني.
هنا بنبتدي نملى بيانات الفورم بتاعنا، الفورم اللي هناخد منه او هنستغله للحصول على قائمة بريدية مستهدفة. احنا بنسوق منتج اسمه فليكسي اي اي، المنتج ده سعره $147. هنشرح دلوقتي ازاي هنستفيد من الخدمة، ولكن خليني الاول نكمل الخطوة دي. انا هكتب هنا في الهيدلاين get 50% off flexi AI، وهنا هكتب get instant access، بدل get instant access هكتب it's one time offer don't miss it، وهنا الباتن بتاع ايميل ادرس هسيبه زي ما هو، وهاجي عند get access دي وهختار او هكتب redeem offer، وهنا عند no thanks هغيرها وهكتب no thanks I won't to pay $174 instead of $86. تمام. بعد كده ال success message، success title هكتب مثلا it's time to visit your inbox your discount is 1 minute away from your inbox. تمام. وبعد كده success button text هخليها اوكي. هنا لازم تعمل ميتا تاج لل او ميتا تايتل لللينك بتاعك، يعني اليوزر لما يدوس على اللينك اللي انت هتضيفه يظهر له تايتل انت اللي كاتبه، ديسكريبشن وصوره خاصه لو حاب يعمل شير لللينك ده. طيب على سبيل المثال هنكتب او فليكسي اي اي 50% اوف limited time offer description get 50% off flexi. ده طبعا زي ما قلنا واحد من اللونشز اللي هتتم على جي فيزو خلال 10 ايام. مثلا ده الديسكريبشن، وهاجي هنا هرفع صوره لللينك ده عشان لو حد قرر انه يعمل شير لللينك اللي انت هتضيفه داخل اليوتيوب على اي نتورك تانية يبقى اللينك ده ليه صوره خاصه بيه. خليني ارفع صوره المنتج نفسه، زي ما انتم شايفين رفعنا الصوره دي، صوره الكفر بتاع المنتج نفسه فليكسي اي اي. بعد كده هندوس سيف، بعد كده هندوس على كوبي لينك وناخد اللينك اللي احنا عملناه وهنروح نفتحه في نيو تاب. زي ما انتم شايفين ده اللينك اللي احنا عملناه على maxlead.club، وده السلاك بتاع اللينك اللي احنا اخترناه في الاول. ممكن تغيره باي اسم، ممكن تغيره باسم المنتج اللي انت بتسوق له، يعني في حاله ان احنا بنستهدف فليكس اي اي فهنغيره باسم المنتج. وهنفتح اللينك بتاعنا، اللينك بتاعنا هيحول اليوزر على نفس صفحه المنتج بالعنوان اللي احنا اخترناه بالسلاك بتاعنا، وخلال ثواني هيظهر له بوب اب اللي انتم شايفينها قدامكم دي، اللي اليوزر اللي دخل على اللينك ده من خلال اليوتيوب فيديو بتاعك وعايز يستفيد بعرض 50% اوف هيكتب الايميل بتاعه عشان يقدر ياخد العرض ده. اليوزر دخل على نفس صفحة المنتج وشاف الاوفر اللي لأول مرة بيظهر له، اللي هو اصلا ما بيظهرش لأي شخص تاني غير الشخص اللي انت مديله اللينك ده. الميزة في ماكس ليد ان انت تقدر تظهر فول سكرين فورمز على اي موقع على الانترنت مجانا وباي عدد ممكن، وتستقبل اكبر عدد ممكن من الايميلنج ليست، مفيش ليميت لعدد الكونفرجنز اللي انت ممكن تحققها على اي لينك. ويمكن دي ميزه ماكس ليد كلاب، واحده من مميزاته الكتير اللي لو قارنتها باي سيرفيس تانية بتقدم نفس الخدمه هتلاقي ان انت واخد unlimited features وتقريبا بسعر منعدم مجانا. يعني الخدمه دي بتقدم مجانا لكل مشتركين كورس SEO Max النسخه الدائمه. طيب اليوزر دخل على اللينك ده بغرض انه ياخد العرض ال 50% اوف، وطبعا وانت بتسوق العرض بتكتب ده في عنوان الفيديو بتاعك ان في 50% اوف او عرض 50% ديسكاونت على السيرفيس او البرودكت اللي فيه توك عليها او فيه يعني جلب عليها خلال فتره اللونشنج بتاعها. فاليوزر بيبتدي يعمل سيرش على اليوتيوب، بيبتدي يعمل سيرش في جوجل عشان يعرف اكتر عن المنتج ده. طبعا جزئيه تسويق الفيديو وازاي تطلع بيه في النتيجه الاولى وازاي تقدر تعمل محتوى داخل الفيديو يكون جذاب لليوزر انه يكليك على الكول تو اكشن بتاعك، ده جزء خاص بنشرحه داخل كورس SEO Max اللي بيتكلم على اليوتيوب وبيتكلم على الافليت بشكل مفصل وبشكل عملي جدا. لكن في حاله ان اليوزر دخل على اللينك ده هو ما يقدرش يخرج بره الفول سكرين دي، غير في حاله واحده ان هو يدوس على نو ثانكس اي وانت تو باي كذا اللي احنا كاتبينها، ولكن نسبه الكونفرجن ريت بتاعه الطريقه دي بتبقى عاليه جدا، بتتخطى احيانا ال 45% في بعض البرودكتس وفي بعض اللينكات.
اليوزر العادي هيكتب ايميله هنا على سبيل المثال وهيدوس ريديم اوفر. خلال ثواني هيظهر له السكسس مسج بتاعتك اللي هي اتس تايم تو فيزيت يور انبوكس، يور ديسكاونت از 1 مينيت اواي فروم يور انبوكس. كده انت ضفت اليوزر ده على حسابك في ميل تشامب اللي احنا عملنا له انتجريشن في البدايه. وتقدر كمان تعمل اوتوميشن لو انت مشترك في الخدمه المدفوعه من ميل تشامب، تقدر تعمل اوتوميشن وتعمل ارسال او ترسل رساله اوتوميتد لليوزر اللي بيسجل من خلال اللينك بتاعك عشان تبيلد معاه ريليشن شيب. وكل ده بالتفصيل هنتكلم عليه اكتر داخل كورس SEO Max، لكن انا حبيت في الفيديو ده اعرفكم على قوه اداه ماكس ليد اللي هتحصل عليها بمجرد انضمامك لكورس SEO Max. اليوزر بعد كده لو داس على اوكي هيتحول لصفحه المنتج تاني، يبدا يتصفحها من غير ادنى مشكله ويبدا يشوف المحتوى اللي فيها. ده كان كل حاجه بخصوص ماكس ليد اللي بتقدم خدمة فعالة جدا، وانا شخصيا بحقق ارباح تتخطى $300 شهريا عن طريق الطريقة دي بس، بغض النظر عن الويب سايتس الخاصة بالافليت او المحتوى اللي انا بكتبه في مواقع تانية، ولكن الطريقة دي فقط واعتمادا على اليوتيوب وطريقة تصدر نتائج اليوتيوب بحقق بيها شهريا مبيعات بتتخطى 15 مبيعة عن طريق تسويق عروض جي في زو وكليك بانك. خليني اقول لكم في الاخر ان اداة ماكس ليد بتقدم مجانا لكل مشتركي كورس SEO Max النسخة الدائمة، وان الحقيقه يعني ان اداه ماكس ليد انا بقدمها لمده عام كامل مجانا لكل المشتركين، في حين انها بتقدم بنفس الفيتشرز اللي فيها على مواقع تانية باشتراك شهري بيتراوح ما بين $79 زي ما انتم شايفين النسخه البرو لحد نسخه الايجنسي $299. ده موقع سنابلي بيقدم نفس السيرفيس ولكن بفيتشرز اقل كمان من اللي احنا بنقدمها داخل ماكس ليد. يمكن عشان اكون واقعي ما بالغش قوي، الاداه بتاعه ماكس ليد هي بتوازي اداه او بلان البيزنس الموجوده داخل سنابلي. بلان البيزنس بتعادل $149 في الشهر، يعني تقريبا $1500 في السنه. انت هتوفر كل ده وبالعكس هتاخد بعض الفيتشرز الاضافيه اللي مش موجوده داخل بلان البيزنس. يعني على سبيل المثال بلان البيزنس بتديك 50,000 كليك بس بير مانث، ماكس ليد بتديك انليميتد كليكس، يعني لو معاك لحد 1,000,000 أو 2,000,000 كليك على اللينكات بتاعتك احنا بنهندل ده كله. كمان احنا بنقدم الريتارجتنج، بنقدم الفورم، بنقدم سيمز، بنقدم اناليتكس، بنقدم كونفرجن، بنقدم انتجريشنز، بنقدم كل ده. طبعا في بعض الفيتشرز اللي يعني غير موجوده في ماكس ليد، ولكن كل الفيتشرز الاساسيه بالانليميتد بتاعها موجوده داخل ماكس ليد. فانت بحصولك على ماكس ليد او بحصولك بقى على كورس SEO Max مش بس بتستفيد بكم المعلومات الفعاله اللي فيه، لكن كمان بتاخد اشتراك سنه مجاني على اداه ماكس ليد اللي بتوفر بيها ما يعادل $1500 سنويا. اتمنى ان يكون الفيديو عجبكم ومستنيكم داخل كورس SEO Max عشان اعرفكم على طرق اكتر وادوات جديده وفعاله ولاول مره بتطرح داخل المحتوى العربي. اشكركم على حسن متابعتكم واشوفكم على خير. تقبلوا تحياتي احمد عزت، والسلام عليكم ورحمه الله.